الخليل التي كانت بمثابة القلب النابض للاقتصاد الفلسطيني قبل انفجار الانتفاضة الفلسطينية عام 2000. يبدو اقتصادها اليوم مريض، وتبدو محلاتها التجارية تعاني من قلة المتسوقين، ولا سيما في البلدة القديمة التي أغلق الاحتلال العشرات من محلها التجارية. فالعشرات من المحال التجارية هنا أغلقها الاحتلال الإسرائيلي، بل أن هناك شوارع وأسواقا كاملة مغلقة بشكل كامل، ولا يجوز للفلسطيني مجرد التحرك في أزقتها كشارع الشهداء وسوق الذهب القديم الذي كان أحد أهم الأسواق في المدينة. ما أن وصلنا إلى دكانه الصغير حتى انهال علينا أبو محمد الذي خلى محله من الزبائن بالشكوى. بينما كان هذا قبل 15-20 سنة شارع رقم 1 مدينة الخليل، وهو السوق المركزي يعني بالنسبة للملابس وللجهازات العرايس ولكله. أما اليوم يعني الشارع كليته ما ببيعش 200 شيكل. شواقل معدودة يجنيها أبو محمد لقاء عمله على ماكينته هذه، أو بدل بيعه لإحدى قطع الملابس، بينما تمر أيام كثيرة دون أن يبيع فيها شيء. هوني والله يا خيي صبر بالنسبة للحركة الاقتصادية. أول إشي زي ما بنحكي لك إنه أغلبية الأيام بستفتحوش هوني، شايف؟ بعدين يوم ما استفتح بعشرة بعشرين ثلاثين شيكل بخمسين شيكل بطعموش، يعني ما بطعمش خبز لأولاده. طب ليش الناس تجيش؟ الناس من هوني بتخوف من الجيش. لم تقتصر الشكوى من سوء الحال وقلة الإقبال على الشراء على أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة، بل انتقلت عدوى الكساد الاقتصادي إلى المحال التجارية الواقعة في المنطقة التي يفترض أنها نشطة تجاريا. فكثرة عدد المتجولين في السوق لا تعني بالضرورة كثرة البيع كما يؤكد التجار. قلة الإقبال على التسوق من عدم يعني اكتمال الدخل للمواطن، شايف كيف؟ اليوم الدخل للمواطن بسيط جدا، يعني كفيش احتياجاته، على أساس أنه يعني تطلع على السوق بتلاقي قديش في ناس ماشيين مسرعين. ليش؟ من الفلس. يعني الوضع الاقتصادي سيء للجميع. إقبال شديد؟ لا، فيش إقبال. الإقبال عنا على الإجر الغريب اللي بيجوا البدو من 47 و 48. كيف بتفسر هالكلام؟ ليش فيش إقبال على التجارة؟ الإقبال في غلاء عنا، كل شيء غالي باعتباره، يعني الأسعار غالية، يعني في معظم المواد التموينية الأساسية، يعني بتقدر تقول عندك السكر مثلا بيطلع بنزل أجورة بزيد شكلين ثلاثة. الخليل التي باتت قاب قوسين أو أدنى من انتخابات الغرفة التجارية أمطرنا بعض مرشحيها بوعود لتحسين الظروف الاقتصادية والحركة التجارية فيها، ولا سيما في البلدة القديمة المنكوبة اقتصاديا وتجاريا، وإن كان البعض يرى في ذلك مجرد دعاية انتخابية. إحنا أول بند حطيناه في سلم الأولويات هو البلدة القديمة، ونحن نعمل على استصدار قانون لجعل هذه المنطقة أو البلدة القديمة منطقة حرة، ونعتقد أن على الحكومة التزام تجاه هذه البلدة تحديدا لما وقع عليها من ظلم نتيجة توقيع اتفاقية الخليل. إذن سيبقى سوق الخليل يتجرع مرارات التضييق والإغلاق إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي مع الاحتلال كما يرى الكثيرون. إسلام حليقة، تلفزيون القدس، من البلدة القديمة في مدينة الخليل.